مرحبا بالجميع، وصفتنا رائعة يا بنات. الأخوات اللي بيشتكوا من السواد في الرقبة وفي اليدين والرجلين وتحت الباط والأماكن الحساسة، عليك بهاي الوصفة اللي هي مجربة مرارا وتكرارا. بجد يا بنات كتير رائعة رائعة، ومن أول استعمال حتبهركم هاي الوصفة. وحتدعيوا لي الأخوات اللي ما عمليش عندي اشتراك في القناة تعملوا عندي اشتراك في القناة فضلا وليس امرا، وما تبخلوا علي حبيباتي بلايك. وكتير رائعة هاي الوصفة، ومكوناتها كتير بسيطة ومتوفرة في كل بيت، وزي ما انتم شايفين ما في بيت ما في البطاطس. حتاخدوا حبة من البطاطس صغيرة زي ما انتم شايفين، وحتبرشوها بالمبرش يكون ناعم بالقشرة تبعها. البطاطس يا بنات حتبرشوها بالقشرة تبعها، بعد ما تغسلوا البطاطس بتبرشوها بالقشرة تبعها زي ما انتم شايفين، وحتجيبوا اناء فاضي. وبعدين مصفى، وحنصفي المية فقط. المية هاي هي اللي حنشتغلوا بيها الوصفة الرائعة. بجد بجد يا بنات الأخوات اللي عندهم السواد في تحت الباط أو في المناطق الحساسة والرقبة، تعمليها 3 مرات في الأسبوع. وفي آخر الفيديو بوريكم الطريقة كيف تعملوا هاي الوصفة. بجد يا بنات قد ما أكلمكم عليها بجد رائعة رائعة، بتمنى تجربوها وتردوا علي في التعليق. بياض فوري، بجد بياض فوري. بعد ما أخذنا البطاطس بالقشرة تبعها وبرشناها وصفينا المية تبعها، الحين وصفتنا حتحلى. بجد وصفتنا كتير رائعة رائعة، لأن في كتير متتبعات اللي كلموني وقالوا لي أم فارس حطي لنا وصفة تبع السواد المناطق الحساسة والرقبة، وهاي الوصفة جربتها وفعلا نتيجة ولا أروع. ثاني مكون هو معلقة صغيرة من النشا الذرة ومعجون الأسنان على حسب الخليط، وأي معجون أسنان متوفر عندك في البيت اعملي. طريقة الاستعمال يا بنات هاي الوصفة، لازم المنطقة اللي حتحطي فيها هاي الوصفة لازم تكون مغسولة قبل بالصابون، وبعدين بتحطي فيها هذه الوصفة وتخليها لما تجف. المكون الرائع هو بيكربونات الصودا، وكل بلد شو بيسميوها. حتاخدوا نصف معلقة من بيكربونات الصودا، بعد ما تحطوها على المنطقة اللي انتم حتحطوها فيها المناطق السوداء تخليوها حبيباتي لما تجف. وبعد ما تجف بتقوموا تطلعوها، وهي جافة تطلعوها قبل الغسيل، تطلعوها حتشوفوا السواد بيطلع كله من المكان اللي انتم عملتوا فيه هاي الوصفة. وبعدين بتغسلوها بالصابون والمية، وما تنسوا حبيباتي الترطيب. أما الأخوات اللي متوفر عندها الليفة المغربية ممكن تعمليها بالليفة المغربية أو الليفة تبع الصابون اللي عندك موجودة في البيت. بتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وما تبخلوا علي بلايك واشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، وشيروا على الأحباب وعلى الأصدقاء. وبقول لكم رمضان كريم على الجميع، ومع السلامة، وانتظروني الفيديو القادم إن شاء الله. وصفات طبيعية أم فارس اللي هي مجربة مرارا وتكرارا. وبقول لكم باي باي.